لقدها تلسكاوز توقفت في إنجلترا في السنة 1907. يدر لدان الموفيمنت كن ويهت لبدا ينتج بخفنا من هبا الفات لأنك في مالتا كنا من حسب لي وقف دل لقدة الزازة فوق الستستيل وخسيب. في الفات سنتين ورا توقف لول جروب تاسكاوز في مالتا داون من لول هزبو هاللي رجستراو مع لقدة انجليزة شي حاجة اللي قال داك الزمين ما كن يجي دقسك فاجلي. في السنة ورا التروبة تالسكاوز في مالتا كانت جيت اتشتاتا وكانت التيني واحدة برا من الانجلترا اللي كانت ممبرو تاديك انجليزا. من ارماتريت يقول لوكتايت لدان كلو يكون بدو صبيها لدين الاسوشياتسيوني اشوار اللي تروبا جيت اتشتاتا مالاير بدو يمبتو ديفرسي اهرين من مدوار مالتا. كينام 338 سكاوز و 3 مشيه تداون الزازه. لقدة تاند بدت تكبر اللي في السنة 1913 توقفت الاسوشياتسيوني تا مالتا. ازدنبات وصلت الجوارة ودين جابت معها ديفرسي تبديل. نمرو تا كابييت تا لسكاوتس كلو محلو مالتا ويناقدو مع رجيمنتي اليوما كينو يفورماو بارت منو. في الاستسخين داوك اللي بقاو في مالتا كينو فولونتيرا ووينو في ديفرسي هدميت. لستس يدر لكن سخ في التيني جوارة دينية متى كنام سكاوتس لقانو هفنا في التنديف تا تفريك في تفتيش تا فتمي وفي ديفرسي أقسمة لكلهم شي أقسمو مال جوارة. الحسيب ورا توقيف تا دلاقدة كنت لورد روبرت بايدن باول دان كن سولدات في الارمات انجليزة وكن سيرفا كم في الانديا كيفو كول في الافريكا تسفل. كن هسن في ديفرسي باتالي لسخيو في داك زمين. Interessanti u kol li huwa kien kittib u kiteb dwar il-mod ta' teħriġ li jrid tisir ħalli jkun hemm tkixxif tajjeb. Għalkemm il-kotba tiegħu kienu militari, bdew jinqraw ukoll mis-subien u dan wassal l-idea tiegħu ta' scouts għand udjenza akbar. Hekk kif irtira mill-armata huwa waqqaf din l-għada li jidher li mill-ewwel intogħbot minn ħafna. Tant li għalkemm il-ħsieb kien għas-subien, kien hemm diversi tfajliet li wraw ix-xew għal ikunu parti minn dan il-movement. Kien għalhekk li waqqaf ukoll il-Girl Guides flimkien ma' oħtu. L-ewwel truppa li twaqqfet f'Malta kienet dik f'Taslima. Minħabba f'hekk wieħed jifhem il-għala fl-1989 twaqqaf mafkar għall-fundatur tal-istess moviment dinji. Dakinhar kien qed jiġi ċċelebrati 80 anniversarju mit-twaqqif tal-grupp ta' scouts ta' Taslima. Il-mafkar kien inawgurat mill-President ta' Malta Dr. Censu Tabone u mbierek mill-Vigarju Ġenerali ta' dak iż-żmien Monsinjur Carmelo Xwireb. Il-mafkar li jinsab quddiem il-bini tal-iskola f'Taslima juri l-bust ta' Lord Robert Baden Powell u fuq il-pedestal hemm il-kitba li tfakkar l-anniversarju. Lord Baden Powell u għamuri li best uniformi tal-scouts, fil-waqt li fuq il-mafkar hemm ukoll l-arma tal-scouts ta' Malta.